ثمانية علامات تدل على أن جسمك يبكي طلباً للمساعدة. جسم الإنسان هو آلة مثالية يحدث فيها الكثير من الأشياء في نفس الوقت. في بعض الأحيان يعطينا الجسم علامات تدل على أنه يحتاج إلى المساعدة، وهذه العلامات قد تؤدي إلى مشاكل صحية إذا تم تجاهلها. فيما يلي نقدم بعض العلامات التحذيرية التي يجب أن تنتبه لها، وخاصة العلامة الثانية. في حال ملاحظة العلامة الثانية يجب عليك حجز موعد لرؤية الطبيب فوراً. 8. الأرق والتهيج وتشنجات الساق. إذا كنت تعاني من هذه العلامات فإن جسمك يحتاج إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم، ولسد نقص هذه العناصر الحيوية أضف الطماطم والبرتقال والموز والسبانخ إلى نظامك الغذائي اليومي. في حال المعاناة من القلق أو الضغط قبل حدث مهم، قد يصبح الخلود إلى النوم والبقاء نائماً مشكلة. جرب التمرين التالي لتهدئة أعصابك والحصول على بعض الراحة الجيدة. يسمى التمرين طريقة 4-7-8. إليك ما ينبغي عليك فعله. 1. قم بالاستنشاق بهدوء من خلال أنفك لمدة 4 ثوان. 2. اكتم نفسك لمدة 7 ثوان. 3. قم بالزفير ببطء من خلال الفم لمدة 8 ثوان. التمرين بسيط جداً. قد يبدو الأمر مجنوناً ولكنه يعمل. 7. جفاف البشرة. قد يدل جفاف البشرة على نقص فيتامين ه، لذلك يجب أن تأكل المزيد من الخضروات والزيوت والمكسرات والأسماك. العامل الأساسي للعناية بالبشرة الجافة هو الترطيب والتغذية. لا تستخدم الصابون أو الفرك أو الأقنعة التقشيرية، وخاصة تلك التي تتكون من الطين. استخدم الكريمات التي تحتوي على الزيوت وقم بوضعها على البشرة قبل الذهاب إلى النوم بساعة أو ساعتين، وامسح الفائض بمنديل. لا تستحم أكثر من مرة في اليوم. استخدم جهاز ترطيب منزلي، يجب أن يبقى منزلك منعشاً نسبياً. 6. الرغبة الشديدة في تناول السكريات. إذا شعرت فجأة برغبة قوية في تناول طعام حلو، فإن الإجهاد أو الاكتئاب أو الإرهاق قد يكون السبب. إذا طلب جسمك بعض الجلوكوز، استجب له. ولتجنب زيادة الوزن، يفضل تناول بعض الشوكولاتة الداكنة أو العسل. الرغبة في تناول الثلج. إذا وجدت نفسك ترغب في تناول بعض الثلج، قد يكون لديك فقر الدم. نقص الحديد. أفضل مصادر الحديد هي لحم البقر والبيض، ومع ذلك فإنه من الأفضل استشارة الطبيب إذا كانت لديك الرغبة في تناول الثلج مع نقص الطاقة. 4. نزيف اللثة. نزيف اللثة المفاجئ أو المستمر عند تفريش الأسنان هو علامة على نقص فيتامين جيم. ينبغي أن تشمل وجباتك المنتجات التالية: الحمضيات والسبانخ والفلفل الأخضر والأحمر والطماطم والملفوف والقرنبيط والبروكلي. 3. الأظافر الهشة وترقق الشعر. ما يحاول جسمك إخبارك به هنا هو أنه يفتقر فيتامين ب. اشرب المزيد من الحليب وتناول الأعشاب البحرية والفطر.
أيضا يمكنك عمل مشروب صحي. ستحتاج إلى أفوكادو وموز وبرتقال وأعشاب وليمون. الأفوكادو فاكهة مغذية جدا، وينبغي عليك إدراجها في نظامك الغذائي اليومي. يمكنك إضافة بعض الفيتامينات وعمل شراب أفوكادو لذيذ. قم بتقشير موزة واحدة وبرتقالة واحدة. استخرج لب الأفوكادو واخلط جميع المكونات في الخلاط. أضف بعض الأعشاب وكأس من الماء وعصير نصف ليمونة. استمتع. اثنان، دوائر حول حدقة العين. قد تظهر هذه الدوائر في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، وهذا أمر طبيعي، ولكن إذا ظهرت في شخص أصغر سناً فإنها علامة على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. يجب عليك استشارة الطبيب حول هذا الموضوع. 1. القدم اليونانية. القدم اليونانية أو إصبع القدم مورتون تعني أن الإصبع السبابة في القدم أطول من الإبهام، الأمر الذي قد يكون سبباً في الشعور بعدم الراحة في مقدمة القدم في قاعدة إصبع القدم السبابة، كما أنه قد يجعل ارتداء الأحذية أمر غير مريح أيضاً. لذلك ستحتاج إلى ارتداء نوع وشكل معين من الأحذية. نأمل أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو. إذا كان الأمر كذلك، اضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو وشاركه مع الآخرين، وانقر زر الاشتراك للبقاء في الجانب المشرق من الحياة.